هذا المنتقى الوطني حول الأحرى اختصاص كبير جدا. السادة الأساتذة زملاء التعليم ضيوفنا الكرام أعزائي الطلبة أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الجلسة الأولى أدعو إلى المنصة عبد النور شكري شروعي في تقديم المداخلات القادمة. وأرجو من الجميع احترام المتدخلة الأولى جويدة. بعدما عدلت العنوان بمدونات علنا من خلال مقدمتها، فيفترض أن تتوافر في مقدمة بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الأستاذ أو الدكتور بريحة عثمان، مدير وحدة البحث اللساني وقضايا اللغة العربية في الجزائر. هذه الوحدة التي أسست في سنة 2014، وهي مكلفة بإعداد بحوث ودراسات تهتم بالبحوث اللسانية في الجزائر. هذه الوحدة دأبت على تقديم أو تنظيم العديد من التظاهرات العلمية التي لها علاقة بقضايا اللغة العربية. كنا قد خصصنا في السنوات السابقة الكثير من التظاهرات العلمية، مع في سنة 2016 تبنت وحدة البحث مشروع الأطلس اللساني للجزائر، وكانت العينة الأولى هي منطقة ورقلة. في هذا المشروع نأمل أن نصل للأهداف التي حددناها من قبل، وهي إعداد خرائط لسانية تبين توزيع اللهجات في الجزائر. اليوم أو الملتقان اليوم هو أو بعنوان الأسس أو المدونات اللسانية أسس الجمع وآليات التحليل. هذا الملتقى الوطني الذي نأمل من خلاله بأن يكون رافدا لمشروع الأطلس اللساني، وأن يقدم الباحثون والأساتذة طروحاتهم النظرية وكذلك أعمالهم التطبيقية في خصوص هذا المجال الواسع من البحث اللساني. ونغفل هنا ذكر أهمية المدونات اللسانية في إنشاء مشروع الذخيرة العربية. يحضر معنا الكثير من المشاركين من مختلف جامعات الوطن ومراكز البحوث من أساتذة وباحثين وطلبة الدكتوراه. يجتمعون في هذين اليومين لمناقشة القضايا المرتبطة بموضوع المدونات اللسانية. بداية أن أشكر كل من ساهم في تنظيم هذا الملتقى الوطني،